بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا دكاترة؟ هنكمل السيمتري وعند البوينت جروب هنبدأ. بوينت جروب هي كومباينيشن اوف سيمتري اليمنتس، فاحنا بنشوف المركب بتاعنا وبنشوف السيمتري اليمنتس الموجودة جواه وبنحدد بوينت جروب ينتمي ليها. فلو خدنا مثال، لو خدنا مركب زي SOCLBR، المركب ده شكله كده، المركب كأنه شكله تتراهيدرال. ليه؟ لأن فيه إلكترونز فوق السلفر، والإلكترونز دي بتعمل بوشينج للبونز، فبتخلي المركب ما هواش بلانر، بيكون شكله تتراهيدرال. فعشان المركب لا يحتوي إلا على وان سيمتري إليمنت اللي هو بالضرورة E، لأن الـ E موجودة في جميع المركبات، فيبقى هو بينتمي للبوينت جروب اللي هنديها رمز C1. 1 هنا عدد السيمتري elements بتاعة البوينت جروب. يبقى البوينت جروب اللي هيكون رمزها C1 ليها order هو 1. ايه الاوردر؟ هو عدد السيمتري elements الموجودة في البوينت جروب، تمام؟ فاحنا ما عندناش غير الـ E، يبقى الاوردر 1، رمز البوينت جروب C1. طب هناخد مثال تاني زي المركب ده CH3CBRCLCBRCLCH3. المركب ده لما نيجي نرسمه هو ترانس، يبقى طبعا هتكون الجروبس في اتجاهين مختلفين، ترانس بالنسبة لبعض. لما نشوف المركب ده هنلاحظ ان ما عندوش symmetry elements الا الـ E اللي هي بالضرورة موجودة في اي مركب، والاي بوينت اوف انفيرجن. طبعا بوينت اوف انفيرجن هيكون مكانها هنا، تمام؟ لو حاولتوا تحطوا اي اكسس او بلين اوف سيمتري في اي مكان في المركب مش هيكون مظبوط، تمام؟ البوينت جروب دي اسمها سي اي. طبعا الاي هو اختصار الانفيرجن بوينت، والاوردر بتاع الجروب هيكون 2 لان موجود عندنا 2 سيمتري اليمنتس، تمام؟ يبقى لحد دلوقتي احنا عرفنا ان احنا بنقدر نحدد البوينت جروب بتاعت اي مركب والاوردر بتاعها بان احنا بنبص للمركب، نطلع السيمتري اليمنتس الموجودة جواه، نحدد على اساسها البوينت جروب والاوردر بتاعها، تمام؟ هناخد مثال كمان. لو خدنا المركب ده SOCl2، هنلاحظ ان احنا نقدر نحط بلين اوف سيمتري يمر بالاس او ويقطع بين الـ2 سي ال، تمام؟ فهتكون واحدة برا البلين في اتجاهنا وواحدة ورا البلين، تمام؟ أصبح عندنا هنا في سيجما، تمام؟ لكن هل يوجد أي نوع من سيمتري إليمنتس تانية؟ لا، مش موجود. يبقى ما عندناش غير الـ E والسيجما. البوينت جروب دي اللي ما عندهاش غير الـ E والسيجما هنسميها CS، والS اختصار كلمة سيجما، تمام؟ والأوردر بتاعها برضو هيكون 2 عشان ما فيهاش غير 2 سيمتري إليمنتس، تمام؟ لما احنا بنقول ان عندنا البوينت جروب C1 او CI او CS، احنا جبنا مثال واحد فقط ينتمي للجروب دي، لكن ممكن يبقى المركبات اللي بتنتمي للجروب دي كتير جدا، عددها كتير، وكذلك CI كذلك CS. هنعرف ازاي المركب بتاعنا بينتمي لانهي بوينت جروب بان احنا نشوف السيمتري اليمنتس اللي بيحتويها هذا المركب، تمام؟ هناخد مثال كمان. المثال بتاعنا هو SCl4، سلفر وحواليها 4 من الكلور. المركب ده بيكون شكله كده، وجود اللون بير بتوع السلفر، تمام، بيخلي المركب بالشكل اللي احنا شايفينه ده، تمام؟ فعندنا 2 من الكلور مع لون بير موجودين في نفس البلين اللي احنا رسمناه على شكل تريانجل، وفي 2 من الكلور عمودين على المستوى ده، تمام؟ يعني كلور دي بحيث ان بتكون واحدة على المستوى والاخرى اسفل المستوى. المثال اللي هناخده دلوقتي رمزه MEN2Cl2، والمقصود بالM هي اني ميتال، والEN هي إيثيلين ديامين، فده كومبلكس بيكون الميتال موجود في النص، فده بيكون شكل الكومبلكس الميتال في النص، تمام، ومرتبط باتنين من السي ال
واتنين من الاسيلين ديامين، فبيكون واحد upper the plane. طبعا هنا هتلاحظوا ان CL وال CL وال NH2 وال NH2 على نفس المستوى. الاسيلين ديامين، طبعا الاسيلين ديامين bidentate ليجند، فبيمسك في الميتال من ال 2 نيتروجنز، تمام. ففي هنا ربطتين بنفس الجزيء اللي هو الاسيلين ديامين، والجزيء الاخر عشان احنا عندنا جزيئين من الاسيلين ديامين، الجزيء الاخر من الاسيلين ديامين ماسك في الميتال برضو عن طريق ال 2 نيتروجنز، تمام. فبيكون الوضع بتاع واحد من الجزئين upper the plane، النيتروجين دي فوق والنيتروجين الاخرى in the plane، تمام. البلين المستوى اللي بيضم الميتال مع الاثنين كلور مع الاثنين نيتروجين احنا راسمينه بالنقاط، تمام. فالجزء الثاني من الاسيلين ديامين جاي under the plane، تمام. فلما نبص على المركب بالشكل ده هنلاحظ ان ما عندناش اي symmetry element يتحط في المركب غير في الاتجاه ده، وهيكون هو C2، تمام. طبعا تقدروا تبصوا على المركب كويس وتأكدوا هل فعلا مفيش اي symmetry element في اي مكان تاني. وطبعا معانا ال E، يبقى اذا المركب ده بيحتوي على اتنين من symmetry elements هي ال E وال C2، فال point group دي بنسميها C2، تمام. والاوردر بتاعها اتنين لان مفيهاش غير اتنين symmetry elements، تمام. في ملحوظة واحنا ماشيين لازم اقولها لكم، ان لما بيكون عندنا اي مركب وموجود فيه ال E وال CN، سواء ال N دي بقى كات 2 كات 3 كات اي N، تمام، فبنسمي ال point group بتاعتنا بشكل عام CN، حيث N دي هي الرقم بتاعت ال CN axis of rotation بتاعنا، تمام. وهيكون الاوردر بتاعها طبعا N، لان ال CN زي ما خدنا في المحاضرة اللي فاتت بتعمل generation، فبيطلع لنا symmetry elements تانية لما بنفكها، تمام. فهيبقى ال CN ليها order هو ال N. هناخد مثال كمان، المثال بتاعنا SCl4، والمركب ده بيكون شكله كده. طبعا وجود اللون بير اوف الكترون بتوع السلفر بيخلوها ترتبط بال 4Cl بالشكل ده، بحيث ان بيكون اتنين من ال CL في نفس البلين مع ال 2 electrons عاملين زي التريانجل، تمام. وبيكون اتنين من السي ال عموديين على المستوى ده هوت، واحدة upper the plane والتانية under the plane، تمام. فلما نشوف السيمتري elements الموجودة في المركب ده هنلاقي ان احنا عندنا ال E طبعا، وعندنا ال C2. ال C2 هتكون موجودة between ال 2 سي ال وتمر بالسلفر مع الالكترونز، تمام. يعني هتكون في الاتجاه ده، نقدر نحط هنا ال C2، لان لو عملنا دوران C2 ال CL دي هتيجي مكان التانية، وال CL اللي هي upper the plane هتلف 180 درجة وتيجي under the plane، تمام. وبالتالي نقدر نحط C2 في المكان ده. طب عندنا ايه تاني من ال symmetry elements؟ عندنا اتنين من السيجما V، فين هما المكان بتاعهم؟ اول بلين اللي هو اللي شكله المثلث اللي احنا لسه رسمينه، تمام. وهيكون حوالين البلين ده في CL ومقابل ليها تماما سي ال اخرى. تاني بلين هيكون يمر بالسي ال دي والاس والسي ال دي. فلو رسمنا بلين هنا في نفس المكان ده هيقطع المركب لجزئين، هيكون على الجانب الايمن في السي ال دي ومقابل ليها سي ال اخرى، تمام. فاحنا عندنا كده اتنين من السي في، فهيكون رمز البوينت جروب بتاعتنا هو C2V، حيث ال 2 دي هي نفس ال N بتاعت ال CN بتاعتنا، وال V دي هي ال planes of symmetry بتاعتنا، وال 2 أيضا هي نفس عدد ال symmetry planes الموجودة عندنا، تمام. ال order بتاعنا هيكون 4 لأن عندنا 4 من ال symmetry elements. طيب دلوقتي مطلوب منكم انكم تمسكوا المركبات دي NH3 و BOCl3 و IF5، هتعملوا ايه؟ هترسموا المركبات دي، هتطلعوا symmetry elements بتاعتها، وهتطلعوا هي بتنتمي لانهي point group، مع ملاحظة ان لو المركب اللي عندك موجود فيه symmetry elements هي E و CN و N
من السيجما في، فهينتمي للسي ان في بوينت جروب. فانت على حسب السي ان اللي هتطلع عندك وان من السيجما في اللي هيطلعوا عندك، هتحدد الان دي هتتكتب كام، ويبقى عندك سي ان في انت عرفت الان اللي فيها بكام، وهتعدوا السيمتري elements الموجودة داخل المركب اللي المفروض هتلاقوها انها 2n. تمام، فده مفتاح مهم جدا للإجابة. هنتظر ان شاء الله منكم الإجابات في الكومنتس، عشان على أساسها بإذن الله هنحدد ايه الأمثلة اللي هنشرحها في الفيديو الجاي ان شاء الله.